غادي نلعبو شويه حيت شحال عطيت التوقيت من قال لي 25 هادو بنات قال لي 25 اتمنى كاين هناك البربوشي اتمنى قال لي 25 البربوشي هناك صراع صراع هناك صراع والناشئات العراقي البربوشي من السلمة البربوشي من السلمة اخت الكبرى اشبال مراكش الفتح المرتبة الثالثة اذا المرتبة الركاز في المقدمة برنامج جميع الملاك المغربية العراقية وفي كأس الناشئين وأيضا نهاية كأس العرش الشكر موصول دائما لحكام هذه الدورة وحكمات هذه النهاية المئة متر السلسلة الثانية ثم الفسيان إذا هناك حوار ديال السيد رئيس العصبة مع القناة الرياضية حوار فهذا تغطية إعلامية بس تشوفوا معايا الصورة سي بن عزوز رئيس عصبة طنجة تطوان بين المغرب بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية سافر مكانك فسهام تحية سي محمد حوراني إذا دوزيام سيري 200 متر كادت إذن انطلاقة صحيحة ونتابع مستوى لياقة الأعداءات ومستوى الصراع ما بين كل الأعداءات الأربع فإحدى أعداء فريق الجيش الملكي تسير بين مقدمة سباق الفوز وهي صاحبة الثرية 27 أو بالفعل 27 43 والتوقيت المحقق نتمنى باقي الأعداءات النجاح والتوفيق إن شاء الله يا محمد هارون يقول لكم تشجيع الان فورا اللي غيلعب اللي حطم الرقم القياسي الوطني اخواني اخواتي بالبطوله الوطنيه في مسابقات ال 200 متر سي ادم فورار اللي دار 21 65 21 65 كاضي